عاملة ايه؟ الحمد لله. مبسوطة؟ مبسوطة انك كسبتي وهتاخدي الجايزة؟ احب اطمنك كمان ان الاوضة دي ولا فيها اختبارات ولا فيها مسابقات. الحمد لله. انت جاية تاخدي الجايزة بس وتمشي. احساسك ايه وانت دلوقتي كل الناس بتشوفك في التلفزيون؟ مبسوطة. تقولي ايه للناس اللي ساعدتك لحد ما كسبتي وخدتي الجايزة؟ انا بحبهم كلهم اصلا. مبسوطة انك كسبتي؟ ايه رأيك في الانثى الكبيرة المتوحشة؟ بيبقى رأيك فيها ايه؟ بيبقى شكلها حلو يعني. بيبقى شكلها حلو بتبقى كده. بيبقى عامل بس ساعات ممكن وشها بايظ وكده. لا. مين اللي اختار لك الطقم المزهر ده؟ مامي صاحبة المحل قالت لها شوفي ده مامي عجبته راح نشتريه. بنشكر صاحبة المحل والناس اللي كانوا معديين من قدام المحل وكل الناس القائمين على إدارة المحل، وبنشكر مامتها اللي اختارت الطقم وباباها اللي جابها وهي لابسة الطقم. نشكركم جميعا جدا جدا جدا. تحبي تشكري حد تاني؟ أصحابي. وبنشكر أصحابها اللي بيشوفوها دلوقتي وهي لابسة الطقم. دانا ورقية وسندس وكلهم كلهم الحقيقة. تا 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 تا. ولسه بقى مش دي بس، ده انت في مفاجأة تانية كمان. في كنا عاملاها لي حاجة بتمشي. تاخدي الفلوس ولا الهدية؟ الهدية. ولا الفلوس؟ الهدية. ليه؟ كده. اشمعنى الهدية؟ أنا عايزة الهدية. طب خدي يا حبيبتي الهدية. حلال عليكي، خلي بقى الفلوس معايا. مش عايزة الفلوس؟ خلاص خدي الهدية. سامة بتحبيني؟ بحبك قوي. وأنا بموت فيكي. باي باي.